سلام. اذا ما بشكل فطور عند البيت، لكن الشارع شو مليء بالافات، مليء بالامراض، مليء بالمشاكل، فهذا هو المكان الخطر. هسه كونه مكان خطر اكثر ما بنواجه خطوره فيه شو المركبات. ليش؟ لانه بنمشي احنا على اجرينا، اذا انا وانا ماشي ضربت بحدا بنقول له اسف سامحنا خلص مع السلامه، اكثر ما تيجي بيك بكون بكت التوائم خلص انتهينا. لكن اذا ضربته بسياره شو صار؟ مشكلة دكتور مستشفى وطبيب وقطب غرام مالية، مشاكل غرام مالية إلى آخره. فإذا الأخطر علينا شو هو؟ المركبات. فبالتالي عشان نتفادى المركبات بدنا طريقة منتظمة اللي ننظم نفسنا وغيرنا من هاي المركبات، صح؟ هلا وين أماكن الخطورة بكثرة تكون؟ أماكن تجمع المواطنين، يعني زي المدرسة، زي السوق، زي المخيم، زي هاي الشغلات كلها، المكان اللي بيكون فيها تجمع مواطنين بيكون فيها اكثر خطوره مع المركبات، تصادم بالمركبات. فبدنا طريقه اللي ننظم المركبات هاي ونخلي المواطنين يطلعوا بسلاسه بدون اي خطر. كيف؟ بدنا نشكل فرقه اسمها فرقه السلامه على الطرق. شو هي؟ فرقه السلامه على الطرق. هاي فرقه السلامه على الطرق بتتكون من جميع المدارس تقريبا، بنحط فيها فرقه السلامه على الطرق، بنحاول ندربهم، نعطيهم اهميتها، نعطيهم كيف يكونوا بعملها. هلا كونها فرقة إذا مجموعة، فلكل مجموعة لها قائد، قائد واحد. قائد المجموعة هذا لا يعني إنه يروح ينام بالدار ويقول لك أنا قائد أحط أجر على أجر، لا، عليه شغل أكثر من باقي المجموعة كلها، راح يقتل يشتغل. فبالتالي هذا القائد هو وظيفته بده يجيب اللباس، بده يجيب الإشارات، بده يجيب كل شيء يوزعها على فريقه، هاي واحدة. اثنين بده يراقب فريقه ويوزعهم شو بيشتغلوا. اثنين ثلاث هو المسؤول عنهم في البداية وفي النهاية، وأربعة يأخذ الملابس زائد الأدوات اللي معهم ورد رجعها على المخزن. هاي وظيفة القائد. إذا هو العتاد، هو الشغيل أكثر إشي، بس اسمه شو؟ القائد، هو المسؤول. يعني لما يكون لأحد الأعضاء الفريق أنت وقفهم بده يوقف، بده يمتثل، بس مقابل ذلك شو؟ بده يعتل. واضح الفرقة؟ يعني القائد مش ببلاش. طيب القائد وظيفته زي ما حكينا أهم وظيفة من وظائفه إنه بده يراقب عمل الفريق. طيب في كمان اثنين اللي هم حملة الإشارات، إشارة الكف. هاي إشارة الكف هاي بشكل كف مدورة. طب شو الفرق بينها وبين إيدي لما أقول هيك وبين اللي بتكون منصوبة على الإشارات أو على المفترقات؟ شو الفرق؟ أنا بحكي لكم ولا إشي، سواء الشرطة مدت هيك، سواء الإشارة المدورة هاي مسكها طالب، سواء الإشارة هاي اللي مرسومة على المفترقات، كلها نفس الشيء، تعني وقف الشوفير، فيش فيها مزيد. سواء الشوفير ما ردش عليها، أجت يمزح ولا يقطعها، عمل حادث بكون تعرف. مقدسة هاي الإشارة. عارفين شغلة مقدسة جدا جدا، يعني القرآن مقدسة جدا هاي الكل. فبالتالي إذا بنت من هالبنات بدها تمزح والله وهيك سوت الإشارة عن مزح، السيارة بدها توقف، ما في مجال. وإذا وقفت السيارة بسرعة، يعني قدامها هيك وكان انتظر حط الإشارة ووقف بسرعة، السيارة اللي وراها شو بدها تساوي؟ بدها تخبط فيه. فبالتالي اللي بده يأشر بالإشارة هاي بده يكون واعي وحريص على إنه زي ما بده يحافظ على سلامة المواطنين برضه يحافظ على سلامة شو؟ السيارات. واضحة؟ بالتالي هاي بأشر بالإشارة هيك علشان توقف السيارات اللي جاي عليه، أو من الناحية الثانية بالعكس ومشي مين؟ المواطنين. وبالعكس هاي وظيفة حامل الإشارة. وظيفة حامل الإشارة شو؟ إنه ينظم بين السيارة والمواطنين. في كمان على الرصيف من هون اثنين، وعلى الرصيف من الناحية الثانية كمان اثنين. هذول وظيفتهم شو؟ إنهم يجمعوا المواطنين مع بعض، بس يتجمع تحت الإشارة لمين؟ لحامل الإشارة، إنه يقول له مشيوا. واضحة؟ بعد ما يمشيهم بنظمهم يمشوا بأمان. إذا اثنين بحملوا الإشارات، اثنين بنظموا على الرصيف، واثنين كمان بنظموا على الرصيف الثاني، وواحد قائد. كده مجموعهم سبعة. إذا كل فرقة بتكون من سبع أشخاص.
يمكن الفرقة وسبع أشخاص. هلأ إحنا بدنا نطلع برا ونطبق، صح إنه معناش إشارات حالية، السيارات قليلة، لكن أهم إشي المبدأ. إحنا بدنا نصنع أي طيارة حاليا؟ لا، بدنا نعرف بس كيف إن وإحنا بمجموعة مع أهلنا مع بيتنا مع أخوتنا الصغار في مدرستنا في صفنا في مجموعتنا إن نكون كل واحد فينا قائد لمجموعة. أنا مثلا من مدرسة ثانية جاي لحالي رحت على مدرستي، أنا كيف بدي أكون مجموعة معي للسلامة على الطرق؟ أطلع كل يوم الصبح على المدرسة أنظم السيارة ومشي كل من المدرسة بأمان لمدرستهم. كيف؟ إن نكون كلياتنا قادة مجموعة. كلياتنا إيش؟ قادة مجموعة. ما حدش يقول لي أنا والله بس وظيفتي إن أجمع الناس، لا، كلنا قادة، كلنا بدنا نتحمل المسؤولية، ماشي؟ لكن كيف كلنا قادة كلنا مع بعض؟ نحن بصير بدنا نولي واحد علينا دائما اللي يستلم المهمة. هاي وظيفة على مين بتكون؟ على المدرس، على مدير المدرسة، كل يوم بعين واحد، أنت مثلا القائد اليوم، أنت القائد بكرة، أنت القائد كذا.